جوش جينز صياد متمكن من الغابات النائية في نيوزيلندا. سلاح المفضل هو القوس الطويل، عليك معرفة كيف تحصل على الطعام. مات تابت هو طاه بريطاني يحب البحث عن الطعام البري. المكونات البرية تعني لي كل شيء. الآن أتى الصياد والطاهي مع هدف واحد، وهو النجاة في أكثر الأماكن برية في العالم. هذا مذهل. أحسنت. وليثبتا أنهما يستطيعان الأكل كالملوك. رائع. سيبحثان عما يحتاجان إليه للبقاء أحياء. انظر إلى هذا. وليختبرا أنفسهما يأخذان أدوات أساسية فقط. أختبر إذا كنت أفوق الطبيعة فطنة. تبا. في البرية تقدر كل لقمة تأكلها. ما كان اسم مطعمك؟ نجحنا. جبال رودوب جنوبية بلغاريا تغطي مساحة 15,000 كيلومتر مربع. هذه الغابة الغابرة واحدة من أواخر البراري الضخمة في أوروبا. صياد الكيوي جوش جيمس والطاهي البريطاني مات تيبوت طلبا إنزالهما عند سفوح هذه الجبال. حسنا، ها نحن ذا. حيث سيحاولان النجاة لوحدهما لمدة 7 أيام. أنا متحمس لهذا المكان. هناك خطر الدبابة والذئاب. أظننا سنكون بخير. أنا أسرع منه. انظر، رائع. المكان مذهل. نبعد كيلومترات طويلة عن أي شيء آخر. هدفهما صنع طعام عالمي راق مما يجدانه في البرية. أجازف بالاعتقاد أن هذه الغابة ستمنحنا الكثير. يفترض أنها جنة من المؤن. تؤمن الجبال مؤنا لمات كميات كبيرة من الأعشاب البرية والفطر والنباتات الصالحة للأكل. وأما للصياد جوش فهي تعني له موطن الدببة والغزلان وماعز الجبل. مع رحيل المروحية باتا لوحدهما. واو. انظر إلى هذا المكان، كأنها أرض صيد ملكية. لكي يختبرا نفسيهما حقا أحضرا المواد الأساسية فقط. لدي قوس طويل بوزن 24 كيلوغراما وسكين وسكين أخرى ومجموعة سهام. لدي معطف في حال أمطرت، وهذا أهم ما في عدتي. هذا فرني الألماني. المكان أكثر وعورا مما ظننت. نعم، سيكون الوصول إلى الحيوانات هنا صعبا، إنها أرض شاسعة. أعلم، ولكن المناظر مبهرة. نحن الآن في وضع حرج. أظن أن المهمة أصعب مما ظننا. الوديان وعرة وخطرة، ولكن على جوش ومات العثور على مأوى قرب مصدر للمياه العذبة. ليس معهما خريطة ولا بوصلة، لذا على جوش العثور على مكان للتخييم. هل نذهب إلى هناك عند النهر؟ لا، لا أظن هذا. لا يجب أن ننزل في ذلك الوادي برأيي. أظننا يجب أن نبقى في مكان عال في الحوض الشاهق لكي نتجنب المنحدر الحاد. هذا المنحدر خطير. أحد هذه الأحواض فيها جدول بالطبع. أسفل منهما ب300 متر يوجد نهر، ولكن جوش يرى أن الهبوط إليه منحدر جدا. وفي أعلى الوادي يوجد وهدا يأمل أن يجد جدولا لشرب الماء منه. تأخر الوقت اليوم. كنت أتمنى لو خيمنا بحلول هذا الوقت. يمكننا رؤية البرق فوقنا. اسمع كلامي، سنتبلل بسبب المطر. العواصف الرعدية شائعة في جبال رودوب في هذا الوقت من العام. ربما تكون فكرة جيدة أن نجمع بعض الخشب الجاف لئلا نواجه مشكلة في إشعال النار لاحقا. لما لا تحضر القليل من لحية العجوز هناك؟ لحية ماذا؟ لحية الرجل العجوز. حسنا، إنها الطحالب تنمو على الأشجار. سأحضر بضع بذور أيضا. تبدو كلحية جوش مشعثة. سنستمر بالتجول حول التل الآن، ونأمل حين نصل إلى المرج هناك أن نرى جدولا جاريا في وسطه. إنه مكان مكشوف. لا يوجد ماء هنا. إنه لا يناسبنا. صحيح. هيا شيرلوك. من أين؟ إنها تمطر في ذلك الجزء من الوادي. لنذهب.
مع اقتراب المطر وانخفاض درجات الحرارة، قرر جوش المخاطرة بنزول الجرف نحو النهر رغم الانحدار الحاد والجروف القاسية. إن سقط أحدنا هنا وكسر شيئاً فسيموت. سيبدأ المطر قريباً. قد يسبب انهمار المطر فوقهما انخفاضاً كبيراً لحرارة الجسد. وجدت بعض الماء. ممتاز، هذا لصالحنا، ولكن نعم، لنجد منطقة مسطحة ونبني مخيما بسرعة. اتفقنا؟ أظنه صالحا بما يكفي. لنضع معاطفنا على الأرض ثم نبني هيكلا سريعا. هل سمعت عواء الذئب؟ هل سمعت؟ يجب أن ننهيه بسرعة يا صديقي. المكان كله يطبق علينا، كان متسعا ومفتوحا ومكشوفا، وكان ودودا وممتعا سابقا، ولكن الجو كله أصبح عدائيا. وها هو المطر، وهو ما لا نريده على الإطلاق. انزل تحته وسأصلحه مات. إن لم نرفعه لن نستطيع إشعال نار، ستكون ليلة طويلة جدا وباردة وربما تعيسة. بينما يحتمي مات تحت معطفه، يبني جوش مخيما بخشب الزان وفروع الراتنج. مات متأثر بالطقس بعض الشيء، ليس معتادا على التخييم تحت المطر. أما أنا فلا أمانع مخيما تحت المطر. إنها تمطر طوال الوقت، ما يلقي بظلاله على المزاج. لا يبدو أن المطر سيخف. قد يكون هذا المطر معيقا لنا. أظن أن الحيوانات لن تتجول كثيرا بوجود المطر، ولذا قد يفشلوا هناك. يتطلب البناء مجهودا كبيرا. ما سأفعله الآن هو أجمع الخشب الجاف الذي لا يزال متصلا بالشجرة لأنه جاف، وسيوقد نارا، وهذا قد يسعد ماتيو. بعد ساعتين من المطر المنهمر مرت العاصفة وانكشفت الغيوم. أظن أن المطر قد توقف. سأنزل حتى النهر وأحضر بعض الماء وشيئا ما لننكهه به. انظر إلى أوراق الزان اليافعة هذه، ربما نستفيد منها ما لا ينقصنا. هنا هو الماء. اختار جوش موقع تخييم ممتازا بالفعل. من الجيد أننا جمعنا طحالب جافة من قبل، إنها مناسبة لإشعال نار. ها قد انطلقنا. ربما أصنع شاي أوراق الزان وهذا سيدفئنا قليلا. جيد، غلي الماء سينقيه، والأوراق مصدر رائع للفيتامين. أظنك بللت كل الأغصان. جيد، لقد أطفئت النار. هذا جميل. هذا أفضل. إنها تفرقع. جميل، يسعدني أنها لم تعد تمطر. لكان ذلك سيئا. كنت سأشعر بالاشمئزاز. كنت بائسا هناك وأنا بخير الآن. هذا جيد، ثمة نكهة فيه. هذا العيش الرغيد. في الواقع ليس كذلك، إذ ليس لدينا طعام. متى أفضل وقت للصيد؟ عند الفجر. لأنها تخرج وتأكل؟ نعم معظمها. ربما سأتسلق الصخرة المطلة لأرى الحيوانات وهي تخرج في الظلام. أتمنى لك الحظ. جوش معتاد على الصيد في جنوبي جزيرة نيوزيلندا، أما هنا فهو يأمل أن يجد غزلانا ونوعا من ماعز جبلي يسمى الشاموا. حسنا، لم نصل إلى قمة التلة تماما، فالبرق يضرب ويبدو أنها ستمطر من جديد، لذا أظنني سأعود إلى المخيم طالما أستطيع ذلك.
المطر سيدفع بالحيوانات للاختباء. حسنا، هذا يا صديقي هو شعر دب. شعر دب، الدبابة هنا إذن. ليست هنا تماما، ربما كانت هنا لكنها رحلت. من دون شك لن نصيد الليلة. يبدو أن الطقس وحده سيسبب لنا مشاكل ويدفعنا للاختباء. أسمع صوت الرعد الآن. إن استمر المطر فإن رحلة مات وجوش ستنتهي قبل أن تبدأ. الطاهي البريطاني مات تيبت وصياد الكيبي جوش جينز. إنها تمطر. يسعيان ليأكلا وجبات كالملوك في براري العالم، ولكن العواصف الرعدية في جبال رودوب في بلغاريا منعتهما من الصيد وهما لا يملكان طعاما. لقد نهضت قبل شروق الشمس وتسلقت الهضبة بحثا عن حيوانات. أنوي أن أجد صخرة مطلة وأرى إذا وجدت بعض الماعز. الشموة أو الشامي تتجول في أرض مكشوفة حيث يمكنها رصد اقتراب أي مفترس. يتجه جوش نحو صخور ظاهرة رآها فوق المخيم بأربعمائة متر. جوش غائب منذ بضع ساعات، لعله وجد شيئا، لذا سأخرج وأرى ماذا قد أجد. الطاهي مات ليس صيادا، ولكنه خبير بجمع المؤن التي تفيد أطباقه البرية في مطعمه. في بلغاريا في الجبال تكمن مصادر معظم الطعام البري الذي يرد إلى المطاعم. خرج جوش لصيد حيوانات كبيرة وهو متحمس لهذا، ولكن هذا ما يثير حماستي. ليس الأمر مختلفا كثيرا، فهذا يشبه الصيد، إذ تتقدم ببطء وتبقي عينيك مفتوحتين بحذر طوال الوقت. هذا ما كنت أبحث عنه. هذا فطر موريل، إنه غني بالنكهات وهو جميل جدا. بسعر 40 جنيها للكيلوغرام، فإن فطر موريل البري من أغلى أنواع الفطر في العالم. سترون لما هي غالية، لأن المرء يخرج ويمضي ساعات في البحث بعينين ثاقبتين في الغابة. من أجل ماذا؟ لدي 3 قطع فطر. أرى ماعزا نائما عند الصخرة. ها هي هناك، قطيع كامل منها. حسنا، يوجد طعام هنا، لعاب يسيل وأنا أنظر إليها. الأنثى الأكبر تقف للحراسة فوق الأخرى لكي تطلق الإنذار إن اقترب أي مفترس، وهذا ما يصعب عملية صيد هذه الحيوانات. المسافة بعيدة للإطلاق، سأرى إذا كنت أستطيع ملاحقة أحدها. سيكون بلوغها صعبا، ولكن سأحاول. في نيوزيلندا يصطاد جوش ببندقية صيد، ولكن هنا لديه قوس وسهام فقط، فهو يحتاج للاقتراب لكي ينجح بإصابتها في الرأس أو الأعضاء الحيوية لكي يضمن موت الطريدة. حسنا، نحن حيث يجب أن نكون. أظنها تشعر بالأمان لأن المكان مرتفع ومطل. يمكنني التسلق وملاحقتها هنا. سأخلع حذائي لكي أتسلل نحوها. لم أنل فرصة سانحة لأطلق. لم أرد إصابته في ظهره أو حوضه. يا للهول، لم أرى هذا العدد من قبل. كل هذا هنا. هذا الأوكساليس الحامض، إنه غال جدا ومرغوب في المطاعم بشدة. طعمه الحامض مميز جداً،
كأنه نوع من الليمون، كما أنه غني بفيتامين سي. إنه في أعلى قائمة المواد الباهظة التي يمكنك شراؤها، وها أنا في غابة أجلس فوق بساط كامل منها. الأقصاليص الحامض غني بالفيتامينات والحديد، ينصح به أفضل الطهاة في العالم كزينة طبق فاخرة. حسنا صديقي، كيف حالك؟ أخبرني أولاً، هل استطعت قطف بعض الفطر؟ نعم، فعل. فعل جيد. نعم، فعل. توقف، هل هذه هي؟ ماذا؟ ماذا تقصد؟ هل تعلم كم هي مكلفة؟ هل استطعت شيئاً؟ لم أفعل، كدت أمسك بطريدة، ولكن مراعاة للصيد الأخلاقي قررت ألا أطلق عليها. لماذا؟ لو أخطأت الإصابة أو جرحتها أو أصبتها في فكها، لربما استمرت بالعيش لأسبوعين وجاعت حتى الموت. ولذا فمن أجل قتل سريع ونظيف، أفضل ألا أطلق على الحيوان ما لم أكن واثقا من أنني سأصيبه حيث أريد بالضبط، لكي تنفق بسرعة وسعادة إن كان هذا ممكنا. لذا أنا منبهر. نعم، كان شديد الانضباط. صحيح، سنندم بعد 4 أيام. نعم، أهلم. حين نكتفي من الفطر. نعم، بالضبط بالضبط. حسنا، لنطهيها سأحضر بعض الماء. سأستلقي قليلا لأنني مرهق. جوش، من الأفضل أن يستحق الأمر، كدت أنام. رأيت سمكة. صديقي، أظنك تحلم. هناك واحدة. أين؟ أجل، هناك. أنت محق، هناك واحدة بالفعل. يؤمن السمك مصدرا هاما للبروتين، ولكن من دون قصبة صيد ولا شبكة عليهما ارتجال طرق للإمساك بها. أظنك. مرحبا، ماذا؟ ستضع يدك تحت الصخور. نعم، وتدغدغ السمكة. كيف تدغدغها؟ أخفها لتدخل تحت الصخور، وحالما تختبئ تحت الصخور وتكون رؤوسها مخفية، ضع أصابعك تحتها ومررها بحذر حتى تشعر بذيلها، ثم تضع يدك حول معدتها هكذا وتمسك بها. أستغرب هذا بنفسي، هذا سخيف. تثير دغدغة الأسماك الذعر بينها، وبعدها تبقى ساكنة، ما يسهل الإمساك بها باليد. أحب كيف تجعلني أفعل ذلك، إنه بارد. لو أمسكت بواحدة منها. بارد. أنا وأولادك سنعتبرك أسطورة، لا أظنك ستمسك بإحداها. هل تشعر بها؟ يا للهول، لا أعرف، لا أعرف بما أشعر. ها هي واحدة هناك. أشعر بها. هناك واحدة تحت الصخرة تحت رجلي. نعم بالضبط، هنا. نعم، أتراها؟ نعم. أتراها؟ أصمت. لا أصدق ذلك. ماذا أفعل بها؟ ارميها عند الضفة. هل ستعلقها أم ماذا؟ تضعها على الجدار؟ هل هذه أول سمكة تمسكها؟ بيدي، أمسك بواحدة أخرى. توقف يا صديقي، أنت كالآلة. هناك أخرى عند قدمك، استمر، نحتاج 10 منها. من خبرتي يصعب صيد الأسماك بيديك، وقد أمسك مات باثنين منها أمامي، غير معقول. تعالي، لا يمكنني إمساكها. هيا يا صديقي. لا أستطيع ذلك. دغدغها أسفل المعدة، أمسكها، أمسكها، هيا. توقف عن الحركة. لماذا؟ أنا لست صيادا، لما أنت لست هنا مثلي؟ اذهب واصطاد بعض الأسماك الأخرى، هيا، أنت تنجح، اذهب. أمسكها، أمسكها، هيا. أحسنت، لا أصدق ذلك، أنا مصدوم بعض الشيء. لدينا عشاء. أحسنت يا صديقي. وفطر. أحسنت، غير معقول. كان هذا ممتعا، ممتعا جدا، الصيد بيديك. مات صياد بالفطرة، ولكن لن أقول إنه صياد سمك، سيكفينا هذا لوجبة واحدة، ولكنه يكفيني للعودة إلى التلال والحصول على شيء ما. سمك السلمون المرقط النهري،
أقصديس حامض وفطر موريل هي أساسيات وجبة مات الذواقة. بعد 36 ساعة في الجبال فهي ستمنح مات وجوش 1000 سعرة حرارية. سأضيف حفنة من أوراق الزان وسأعتبر أنها سبانخ. إنها تماثل شكل الأرض وكأنها مخفية، ولكن يمكننا إغناء النكهة بالحامض. سيغني طعمها بنكهة حادة محببة من هذه الأوراق. وها هي، ها هي في أول وجبة لنا في وسط الغابة البلغارية. فقد أبلينا حسنا. حان وقت العشاء، هيا تعال. مذهل، السمكة لذيذة، جيدة جدا. نعم جيدة، جيدة جدا. سأكل الكثير من ذلك الفطر. هذا لذيذ جدا. الفطر لذيذ صحيح، ولكن تخيله مع بعض اللحم سيكون جيدا. سيكون علينا أن نأكل كمية أكبر من الطعام مع كمية الفطر القليلة التي أحضرتها معك. مقبلة لذيذة. مع نهاية اليوم الثاني قدم مات الوجبة التي يحتاجان إليها، ولكن الصياد جوش فشل في صيد أي شيء. ستنهض باكرا للصيد؟ نعم نعم. حقا؟ حسنا. إن أمكنني تسلق تلك الجروف ولم أكسر عنقي فسأحضر بعض اللحم للعشاء. لا توقظني في الصباح. حسنا. صيدا موفقا. آمل ذلك. أراك لاحقا. لا يمكننا العيش على السمك والفطر وحده، نحن نحتاج إلى اللحم. في جبال رودوب في بلغاريا يهدف الصياد جوش جيمس والطاهي مات تيبت لإثبات أنهما يستطيعان صنع الطعام الجيد في أي مكان في العالم. أنا متعب. إنهما مصممان على صنع مأدبة من الحيوانات الكبيرة التي تجول في الغابات، ولكن بعد يومين وجدا سمكة سلمون مرقة نهرية وبعض الفطر فقط. يا رفيق. هاي مات. إذن أتى الصباح. سوف أخرج وقد أغيب لوقت طويل. جيد. إن لم أعد الليلة فلا تقلق بشأني، سأكون بخير. آمل أن أحضر معي حيوانا كبيرا ونأكل كالملوك، اتفقنا؟ حسنا. حسنا، أراك لاحقا. بالتوفيق. رغم كونه صيادا ماهرا يصطاد في هدوء، إلا أنه صاخبا في الصباح. انطفأ تماما خلال الليل، النار ترمدت نهائيا. جلب جوش حمولة من العشب الجاف، لذا فهو أكثر تبصرا مني. لا أعرف كم سيغيب، ربما يعود خلال 10 دقائق أو لن يعود الليلة، لست متأكدا. أعرف أنه يريد صيد شيء ما بشدة لكي نأكله، ومن أجل كبريائه كما أظن. بعد فشله في الصيد بالأمس يخطط جوش ليجد منطقة رعي وينتظر فيها الغزلان. هناك بصمات قوائم حديثة هنا. هذه حديثة العهد جدا. تحركت بضعة حيوانات كبيرة هنا قبل نحو 3 أو 4 ساعات. سنجلس هنا وننتظرها قليلا. كي يصطاد غزالا فإن جوش بحاجة للسكون المطبق. مع بصر الغزال الذي يغطي مجال رؤية ب310 درجات، فإنه يكشف أقل حركة أفضل بكثير من البشر. لقد كنت أمضغ العشب. يمكن الحصول على جذور الأعشاب. كنت أكل من هذه طوال اليوم. ابقى مكانك. وصول عاصفة أخرى سيدفع بالغزلان للاختباء بعيدا عن المرعى. لن أخطط لشيء الآن. الصيد تحت المطر عديم الجدوى. هذا تعيس. لنرتدي هذا.
مضت 9 ساعات منذ أن غادر جوش المخيم، وليس لدى مات فكرة عن موعد عودته، لذا بدأ يبحث عن طعام لنفسه. انظروا، أظنها بيوض سمان، وهذا عش سمان، إنه مذهل، ولكني أعرف قشرته، لا أريد تخريب العش كله، لأن السمان سيسلأ كثيرا، لذا سأخذ فقط 4 أو 5 بيضات وأترك 6 منها لكي أصنع شيئا ما يؤكل. فطر وبيض، هذا جميل، إنه مزيج رائع. من السهل أن تطهو بيضا مخفوقا، ولكن من السهل أيضا أن تزيد في طهوه. لمجرد أننا في البرية فهذا ليس عذرا لطهو بيض سيء، إنه لذيذ بالفعل. بيض السمان المخفوق والفطر يمنح مات مصدرا هاما للطاقة. يبدو وكأنه صوت كلب، ولكنه غزال يعوي. نعم، ها هو، ها هو، ممتاز. أرأيتموه؟ لا أظنه رآنا، أظنني سأفعل هذا. يبعد الغزال كيلومترا كاملا في منطقة صخرية، وللاقتراب منه بما يكفي للإطلاق يتحرك جوش بأقصى الحذر والبطء ويبقى عكس الريح. صيد الغزال صعب جدا، لديه حاستا شم وسمع فائقتان. تبان لقد هرب. بعد ترصد الغزال ل45 دقيقة فقد جوش أثر طريدته. هكذا يجري الصيد في بعض الأحيان. آمل أن يصل مقدار كبير من البروتين إلى المخيم اليوم، وسيكون من الجميل إضافة شيء ما له. يبدو هذا عشبا، ولكنه بصل بري رائع. هذه مثل جنة للمؤن، لأنك تتعثر بالمواد حرفيا. زعتر هنا، إنه جميل، إنه لاذع الطعم. وهنا واحد آخر، وهذا ما يسمى أرقتيون، نوع من الخضار المنسية، وهو مصدر مذهل بالنشويات والكربوهيدرات. رائع، سأجربه. لقد مللت السير هنا. مع مرور اليوم ابتعد جوش عن المخيم مسافة 9 كيلومترات. هذا مخيب للأمال، أنا جائع وأشعر بالبرد لأني لم أتناول طعاما طوال اليوم باستثناء العشب. سأتوجه للأسفل الآن، نحن نقترب من الساعة السحرية وهي قبل مغيب الشمس. إن كان سيتجول أي حيوان هنا فسيتجول الآن، أعمل ذلك. تغادر قطعان الغزلان والشاموا مخابئها عند بداية المساء لترعى. هذه آخر فرصة أمام جوش اليوم. أجلس هنا منذ ساعة وقد تجمعت الغيوم، سرعة قدومها مذهلة، وهذا سيفسد صيدي لهذه الليلة. مع عدم وجود وقت للعودة قبل حلول الظلام يجب أن ينام جوش في العراء. سأنزل وأجد إحدى الأشجار الضخمة عند جانب التلة الأسفل لكي آوي إليها وأشعل النار. وعلى هذا الارتفاع فالحرارة تقترب من التجمد بعد غياب الشمس، وقد يؤدي نقص الطعام والإرهاق إلى انخفاض حرارة الجسم بسرعة. يجب أن يشعل جوش نارا تدوم طوال الليل. أقطع
أقطعه لكي يبدو مستويا بعض الشيء لكي أضعه فوق الجذع الآخر. يبني جوش نارا كبيرة. هذه النار تقوم بين غصنين ثخينين، وحالما يلتقط الجزء الداخلي من الجذع النار يهب فيها الهواء البارد باستمرار، مما يبقيها مشتعلة طوال الليل. وضعت أضخم الجذوع في القاعدة وفوقها سأشعل نارا. حالما تهب النار سيكون لدي فحم في الأسفل وأضع الجذع العلوي فوقه، وسيحترق طوال الليل. أحتاج إلى خشب جاف. تحضيره أمر أساسي، يجب أن يكون لديك ما يكفي من الخشب الجاف. ثم لدي لحاء شجر البتولة، لذا فمن الخارج هناك اللحاء وسأقطعه بسكيني هكذا، وأخلع قطعا منه لأضيف نثارة جيدة في الأسفل. لا تشتعل فورا، صحيح. ها نحن. حسنا، سأبقي سكيني معي بسبب وجود الدببة هنا. هذا صعب جدا، يصعب أن أحافظ على معنوياتي. أشتاق إلى عائلتي وأطفالي وحتى زوجتي. أنا في التلال منذ وقت طويل. أنا بخير، ثمة طعام وفير، كمياته قليلة وليس كما كنت آمل. وجوش بقي في الصيد، آمل أنها علامة جيدة وأن يصطاد شيئا. يا لها من ليلة. أظنني سأعود إلى المنحدر لأرى إن كنت سأصطاد الشاموا. التجول عبر الغابة ليس خيارا مناسبا، يجب أن أكون ذكيا. لم يأكل جوش منذ 24 ساعة منذ أن غادر المخيم. أحرق 3000 سعرة حرارية، وقد توجه إلى أرض عالية بحثا عن الشاموا. هناك بسرعة، إنه ينظر إلينا. لقد أخفناه. هذا محبط. مع ذلك كان هناك اثنان، شم رائحتنا ورأيانا مباشرة، لأن شموا لديه قوة بصر مزدوجة. لقد سببت هربهما. أشعر بالإعياء. سأعود إلى المخيم لأكل شيئا. من الفظاعة كم أشعر بالتقلص في هذه اللحظة. بصراحة اكتفيت. يا لهما من يومين قذرين. كل ذلك الترحال عبر البلاد من أجل لا شيء. تأخر الوقت الآن ولا أثر لجوش. لست واثقا كم يجب أن أستمر وحدي هنا. شعرت بالملل وبدأت أتحدث مع نفسي. في جبال رودوب في بلغاريا، وجد صياد الكيوي جوش جيمس أخيراً طريدة أمامه. إنه ينظر إلينا.
يجب أن أذهب خلفه، لا يمكنني إصابته من هنا. الأمر الهام هو حالما تقف في مكانك اثبت إنه هنا. لقد سقط، سقط. ضربة مباشرة في العمود الفقري قتلت الغزال بسرعة ورحمة. إنه ذكر غزالي رو في وضع جيد وعملا بالتقاليد، سوف أضع شيئا في فمه بهذه الطريقة لكي يكون لديه ما يأكله في رحلته بعد الموت. من المحزن قتل غزال دائما، ويسبب لي الحزن في كل مرة. فهي مخلوقات جميلة جدا. أنا متأثر، ولكنه كان أسبوعا طويلا جدا وأنا جائع وأريد أن آكل. ونعم أنا سعيد لأنني اصطدته أخيرا. حسنا، حل الظلام الآن، علي الاهتمام به. يجب أن يفرغ جوش أحشاء الغزال بسرعة ليوقف عمل البكتيريا في جيفته الدافئة. هذه أمعاؤه وأنا أقوم بسحبها فقط، ثم سأقطع هذه وأربط عقدة فوقها لكي لا ترمي بالفضلات فوق اللحم وتلوثه، وسأقطع رقبته وأدعه ينزف، وأستخرج أعضاءه الداخلية وأخرج رئتيه وقلبه ومجاري التنفس بضربة واحدة. ها نحن، إنها عادتنا في نيوزيلندا. سأضع أحشائه على شجرة لمساعدة روحه في العودة إلى الغابة، وسأخفي آثاري هنا. لقد قمت بعادات البلغار وبعادات نيوزيلندا الآن. أمامي مسيرة شاقة لساعتين لأعود إلى المخيم، ولن أصل قبل حلول الظلام، ولذا بدلا من السير سأجد مكانا لأوي إليه طوال الليل. والأولوية رقم 2 هي رفع الذبيحة على الشجرة، وبعيدا عن مكان تخييمي ربما بضعة مئات من الأمتار، بحيث إن جذبت الدببة فهي لن تأكلني بل ستأكل الغزال. قطعت أطراف قوائمه ليخف حمله. يا للهول، إنها ليلة جوش الثانية بعيداً عن المخيم. المنزل، المنزل السعيد. ومات يتساءل عن مكانه. ربما يصطاد شيئاً ما، وهذا جميل. وربما سقط عن جرف ما. أنا قلق من التضاريس. سأقطعه من هنا. سأقطع شريانه التاجية الآن وأخرج القلب وأطهوه. بعد يومين من تسلق الجبل قطع جوش 15 كيلومترا وهو يأكل العشب فقط. أتشوق لأكله. قلب الغزال سيوفر له 450 سعرة حرارية يحتاجها. أمضيت بعض الوقت في اليابان وهناك يأكلون القلب نيئا، وهو طيب بالفعل. لديه نكهة محببة في الواقع. ربما أكل الآن قضمة نيئة منه. نعم هذا جيد، جيد جدا. هذه هي الحياة. لما بقي في الخارج يجب أن يعود غدا حاملا شيئا ما، عليه ذلك. من العدم إلى البطولة، هكذا ببساطة. لقد شبعت. يا لها من ليلة نوم جيدة. انظروا جوهرة اليوم. بعد 60 ساعة من مغادرته المخيم يحضر جوش الجيفة لرحلة العودة. أولا يجب أن أقطع رأسه لأنني لا أريد لقرونه أن تجرح قدمي في طريق العودة. لنخبئه هنا، لا أريد هدره، يشبه الحقيبة. مع وجود غزال بوزن 35 كيلوغراما على ظهره، على جوش قطع مسافة 5 كيلومترات مرهقة إلى المخيم. يا للهول، يا للعجب.
هذا يا صديقي أصغر غزال في الغابة. ذكي جدا. هذا جميل. حلفني الحظ في إمساكه. لم أظن أنني سأمسكه. وكدت أستسلم وأختبئ تحت شجرة وأنام ليومين فقط، ولكنني نجحت. عمل جيد، جيد. غزال الرو هذا فرصة لمات لصنع وجبة لحم تليق بمطعم. يجب أن أبني إطارا كبيرا مثل عصي متقاطعة مفتوحة بهذا الشكل. هذه تناسب الحجم الذي أحتاجه. من جديد، إنه يبدو طعاما جيدا. هل تساعدني في وضعه هنا؟ لدي كمية كبيرة من الزعتر البري هنا. هذا ممتع جدا. حيوان كبير ضعه فوق النار هنا وقم بأكله كأنك ملك مع طهوه بشكل ملائم. فلنبدأ. حسنا، ضعه هنا، يجب ضبط مكانه. هذا الإطار يبقي لحم الكتف السميك والظهر أقرب للنار، بينما القوائم أبعد لضمان تساوي النضج. كما يصنع مات حساء من الفطر ونبات الأرقتيون والبصل التي جمعها لكي يضيفها للحم. لدينا البروتين والكربوهيدرات وأعشاب طازجة، وهي ستضيف لها نكهات غنية. لدينا كل ما نحتاجه، كل ما نريده لنستمتع بالحياة. هذا هو الصمود والعيش الرغيد. بعد ساعتين من الطهو، نحن جاهزان يا رجل. قدم مات لحم غزال الرو مع حساء الموريل. لابد أنها القطعة الرئيسية، عظام الظهر هنا. استهدفت القطعة الأفضل. نعم. هل تعرف كم يكلف هذا في أي مطعم؟ أشعر بأنه مترف. سأخذ قطعة من الظهر فقط. مذهل. يا للهول، إنه لذيذ. هذا مميز. أفضل بكثير من أي لحم تجاري آخر، صحيح؟ من الجنون أن تأتي إلى مكان كهذا لتأكل لحماً بهذا الطعم اللذيذ والفطر الشهي لهذه الدرجة. فطر موريل، نعم، إنه مميز. هذا مذهل. بالفعل، لقد نجحت بالصيد، وأنا أمضيت يومي في الحقل. أمضيت أسبوعاً جميلاً. أتينا لننجح بمهمتنا، هذا ما أردناه. لن يتحسن الأمر أكثر. ماذا عنك؟ أنا أسمعك. الأمر ذاته صديقي، لقد نجحنا. بصحتك يا أخي. بصحتك. إنها نهاية طيبة لهذا الأسبوع وسعيدة. أنت جاهز للفطور؟ سنأخذ القوائم معنا. نعم. نعم. بعد 7 أيام في هذه الجبال النائية، حان وقت رحلة العودة إلى من يقلهما. يا لها من تجربة مميزة، كانت مليئة بالحماسة والعواطف. هل يمكن أن أعود إلى هنا؟ نعم يمكن. أتينا لمهمة واحدة، العيش كالملوك في البرية. أن نتأقلم مع البيئة المحيطة بنا، وقد نجحنا بهذا. أسبوع مذهل، ألم تستمتع به؟ كان ممتعا جداً.